متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو التي تقام بإياب دور 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم. كما نقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة بالتفصيل. مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو تقام اليوم على ملعب لوكوموتيف ستاديوم بمدينة موسكو بروسيا. وتقام مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو الخميس 15 مارس 2018 في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر وليبيا، والسابعة مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والرابعة مساء بتوقيت جرينتش. وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو حصريا على قناة بين سبورت اتش دي 2، ويعلق على أحداث المباراة المعلق الرياضي محمد الكواليني. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.